مساء الخير مشاهدينا، تحية حلوة ومجددة لكم من برنامج ليالي مجان عبر قناة مجان الفضائية اللي يطل عليكم من مسقط جراند مول. برنامجنا فيه الكثير من الضيوف وخاصة من مجالات مختلفة، نحب نسلط الضوء عليهم ونخليهم يفضفضوا باللي داخلهم. طبعا تشاركني مشوار هذه الحلقة دائما زميلتي لور جسار. مساء الخير لور. مساء النور هيام، وأكيد مساء الخير لأحلى متابعين ومشاهدين. ميت مرحبا فيكم ضمن برنامجنا لليلة ليالي مجان بالنسخة الثالثة. عنا اليوم ضيوف من كافة المجالات، البداية رح تكون مع المجال الإعلامي. رح قلكم خلوكم معنا وتابعونا، وخلونا ننتقل عند زميلنا سليمان حتى نشوف مع بداية السهرة لليلة كيف رح تكون الأجواء. الكلمة لك سليمان، تفضل. مساء الخير لكم متابعينا الأعزاء، ومساء الخير أيضا للزملاء الموجودين في الاستوديو. ليلة جديدة وأمسية متجددة من ضمن برنامجنا ليالي مجان ثلاثة، والذي يطل عليكم من جراند مول. بكل تأكيد ليلة جديدة، نتمنى إن شاء الله أن نكون هكذا خفيفين عليكم، نقدم لكم ما هو جميل وما هو رائع من خلال هذه الليلة، وأيضا من خلال ضيوفنا اللي موجودين معنا في الاستوديو. اليوم أيضا راح نقدم لكم موضوع الحلقة اللي راح نتناقش معاكم متابعينا الأعزاء، وأيضا مع ضيوفنا اللي موجودين هنا معنا في الجراند مول. موضوع حلقة اليوم عن النوم بكثرة في شهر رمضان، ما هي الأسباب؟ وأيضا راح نتكلم من الجانب الديني وأيضا من الجانب الصحي لهذه الظاهرة. خلوكم معنا ومع برنامجنا اللي إن شاء الله راح نتواصل فيه ونتناقش في هذا الموضوع على الرسائل اللي تصلنا على الواتساب. كثروا على كثرة الرسائل اللي تصلنا على الواتساب، أيضا يمكنكم متابعتنا على الانستجرام وأيضا الفيسبوك. كثير من الرسائل اللي تصلنا نحاول أن نقرأ ونرد على أكثر الرسائل اللي تصلنا. أيضا زوارنا اليوم اللي موجودين معنا أكيد راحين بيكونوا لهم كذا جوائز مقدمة من جراند مول. خليكم معنا ومع ليالي مجان في الجزء الثالث هنا للمرة الثانية من جراند مول. فنانين، مطربين، نجوم الرياضة، كتاب، صحفيين، مبدعين ومبادرات شبابية، هدايا وجوائز، لقاءات مع ضيوف الجراند مول للسنة الثانية على التوالي في الإطلالة الثالثة لبرنامجكم ليالي مجان. كل ما عليكم أنكم تحضروا ويانا وتستمتعوا في برنامجنا طيلة شهر رمضان الفضيل من جراند مول على قناة مجان الفضائية. رجعنا معكم، أحلى مساء وأحلى تحية لكم متابعينا عبر الشاشة لليلة. إذا ضيوفنا من المجال الإعلامي، ولكن أنا اليوم رح أكسر القاعدة، ما رح أحكي مين أقدم ومين أجدد، ولكن ذوقيا رح أحكي ladies first، بيقولوا الجنس اللطيف بالبداية. رح رحب بضيفتي لليوم، درست إعلام بجامعة عجمان، كانت متفوقة بدراستها وكان عندها موهبة التقديم، وبيقولوا إنه الجمال هوية. هل كان الجمال بالنسبة لها هوية؟ خلونا نرحب نحن وأنتم ببدرية لوشيا. مساء الخير. يا هلا فيش دور، ومساء الخير لكل المشاهدين. طبعا ارحب بكم، وانا سعيده جدا اني اتواجد معاكم هنا في الاستوديو. اهلا وسهلا فيك، شرفتينا. اما ضيفي الثاني كمان من المجال الاعلامي، هو معد وايضا مذيع تلفزيوني، كما انه هواياته كثيره. هل بيعتبر نفسه اليوم هو اعلامي ام مذيع؟ خلونا نرحب انا وانتم باحمد بن سالم الكندي. مساء الخير احمد. مساء الخير لور، ومساء الخير لكل من يشاهد قناة مجان الفضائية، وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير، أهلا وسهلا فيك.
أحمد، بداية نبدأ بداية خفيفة، نحاول كذا ما نحمل الأجواء يعني من أولها، فنتكلم عن الهوايات اللي ذكرتها الزميلة لور. يعني معروف أحمد غير كونك مذيع خاصة إخباري وصاحب تقارير جميلة أيضا، ولكنك أيضا مصور محترف، يعني عندك كثير من الجوائز أيضا في التصوير. إيش تعني لك هالهواية، وهل ممكن يوم من الأيام تترك العمل الإعلامي عشان تتفرغ للتصوير؟ والله ما أعتقد، هم مرتبطين ببعض. يعني أبدأ من نهاية سؤالك، أما بالنسبة لهواية التصوير، هي هواية بدأت معي من أيام الدراسة في المدرسة وتطورت في المرحلة الجامعية، أخذت نصيبها الأكبر من الصقل، ثم تطورت أكثر مع دخولي لنادي التصوير الضوئي، وتحولنا أخيرا إلى جمعية التصوير الضوئي بحمد الله وتوفيقه، وطبعا بمكرمة سامية من حضرة صاحب الجلالة الله يحفظه. التصوير بالنسبة لي يعتبر كمتنفس أكثر شيء، وهي كهواية أكثر من أنها احتراف، مع أني اشتغلت في فترة من الفترات كمصور محترف مع مجموعة من المجلات ومجموعة من الجرائد في فترة الدراسة الجامعية، ولكن تبقى دائما هي هواية، يعني كمتنفس وكممارسة، وممكن أن الواحد يجد فيها نفسه أكثر من خلال الصورة والألوان والأبيض الأسود وخلافه. حلو أحمد، أنا بدي أسألك، شو بيعني لك الرقم واحد؟ الرقم واحد، والله الرقم واحد دائما، يعني إذا مثلا أفكر في مسابقة ما، أحط في ذهني أنه مثلا في التصوير أنه أنا أطمح للمركز الأول دائما، حتى أن أستطيع أن أحصل عليه. من خلال تجاربي لما طمحت أني يكون طموحي أقل من الأول، كنت أجد نفسي في الصف الأخير، ولكن عندما أفكر في الرقم واحد أجد نفسي فعلا. ونشرة الواحدة، نشرة الواحدة شو بتعني نشرة لك؟ الواحدة بالنسبة لي كانت أرق، ثم تحولت إلى عادة، وأخيرا تحولت إلى تواصل مع مشاهدين خارج السلطنة، لكونها نحن متقدمين بفارق التوقيت عن الكثير من الدول العربية الأخرى، وكذلك أيضا عن مختلف الدول الغربية، فكثير من الأصدقاء المغتربين يتابعوا هذه النشرة، وأجد منهم تواصل، يعني خصوصا بعد الانتهاء من النشرة. رح نحكي أكثر وأكثر عن التحضيرات وكيف بتتم والإعداد وإلى ما هنالك، ولكن بدرية بيقولوا أنه الجمال هو هوية للدخول للمجال الإعلامي، وبدايتي كانت مع قناة مجان ومجان كافي تحديدا، وكان هناك الكثير من الانتقادات حول هذا البرنامج بكونكم مبتدئين كمذيعين وعم تستضيفوا شخصيات مخضرمة بالمجال، شو تعليقك على هذا الشيء؟ بالضبط لور، احنا صح كنا من الأوائل المذيعين، أنا كنت من الأوائل المذيعين في قناة مجان، طبعا سمحت لي الفرصة مع الأستاذ بدر المعشري، أوجه له تحية طبعا. كنت أنا ومجموعة من المذيعين المبتدئين جيفر ومحسن وفتحية، طبعا كان برنامج فكرته هو برنامج مجان كافيه، عبارة عن قضايا نتكلم عن الشباب، يعني هو برنامج شبابي، فكنا نتكلم عن أهم القضايا اللي تمس الشباب. لكن بالنسبة للانتقاد، طبعا بما أنها كانت أول قناة خاصة، أكيد في ناس كانت ما تأيد القناة، في كان في اعتراضات، كان يمكن هيئة وشكل المذيعين بالنسبة للشباب خاصة أنهم ما يلبسون الزي العماني المعروف الكمة والدشداشة، فكان يعني أنا كنت من متابعين الناس اللي ينتقدوا البرنامج، لكن في الأخير هي تجربة حلوة بالنسبة لبرنامج شبابي كون احنا مبتدئين. اتصور يعني لور انت لو بتلاحظين ان الناس دائما تكون مؤيدة ومعارضة، يعني في ناس تحب تأيد، مش كل الناس رح تكون معك ولا كل الناس رح تكون ضدك، يعني رح يكونوا ما فيك ترضي كل الأذواق. ايوه بالضبط، فانا كانت تجربتي مع يعني بعد هذه التجربة، طبعا انا ما استمريت بحكم اني كنت ادرس بالامارات، وطبعا يعني زملائي كملوا البرنامج بعدها، ما كان فرصة اني استمر في قناة مجان بحكم دراستي يعني، فصار في نوع من يعني الانتقادات، وين المذيعين، ليش ما كملوا البرنامج، وهذا اللي صار يعني. بس انتقلتي
انتقلت الى تلفزيون عمان. طبعا ايوه انا بعد ما خلصت الجامعه انتقلت الى تلفزيون عمان، وكان بداياتي في تقارير مع الاستاذ عبد الله الذهلي في برنامج حواديس. كان برنامج مدينتي بالتحديد. ايوه طبعا بعدها غبت عن الشاشه وظهرت في برنامج دهاليز، وهو برنامج مسابقات مع المخرج راشد السابعي. طبعا اوجه له تحيه، وطبعا راشد المخرج يقول حواليس مش دهاليز. لا هو دهاليز، دهاليز وليس حواليس، انا اذكره. وكان 2009 وتوقفتي وكان ظهورك مره ثانيه. طبعا قدمت طوال شهر رمضان، وبعدها توقفت ايضا لان كانت هذه فتره اجازه في رمضان. رجعت اكمل دراسه، وبعد ما خلصت انتقلت الى تلفزيون عمان، وسمحت لي الفرصه اني اكون في فقره تكنو مع زملائي جنان و في برنامج صباح ومساء. وطبعا هذه نقله نوعيه جديده، خاصه انها رح احكي انا وياكي بعد شوي عن تكنو. ما تحرقي لنا الاسئله اليوم بسهرتنا لليله. بدي انتقل لعند احمد. احمد اليوم هل بتعتبر انه مقدم الاخبار يجب ان يعد؟ والله كثير من المذيعين يفضل انه هو يجي ويقرا النشره فقط بدون الاعداد، ولكن اذا كان المذيع يريد يكون ناجح فعلا يجب ان يشارك هو في اعداد النشره وصناعتها، بحيث انه هو يكون فعلا متمكن مما يقدمه للمشاهد، ويكون بالتالي نجم مثل ما ذكرتي يعني. اما انه النجم يكون فقط انه يجي ويقرا النشره ويروح، لا. بس شو الفرق بيناتهم؟ يعني بالنهايه الاخبار راح توصل، الاخبار راح توصل سواء كان للمشاهد او للمستمع، ولكن شو الفرق ساعتها بيناتهم؟ صناعه الخبر يعني انه لما انا اقراه غير لما انا اقدمه للمشاهد بكل احساسي، وايضا باسلوب مقنع كأن انا احكي له الحكايه لان انا اللي صنعتها، بينما لما اكون نقلتها من عند شخص ساعتها يمكن بتحس بالكلمه اكثر، وبيصير في نوع من التلوين بالاداء. بالتاكيد طبعا للاخبار. بالتاكيد. هل تعتبر نفسك اعلامي ام مذيع ام مقدم نشره اخباريه؟ انا اعتبر نفسي اعلامي لان انا اصنع الخبر. في كثير من الاحيان بصر ان انا اطلع الى بعض يعني الفعاليات وبعض يعني الانشطه وحتى القصص اللي اهتم فيها، واحاول اصنع منها اخبار. اما اني شغله اني اروح بس اقرا النشره يعني ما احس. ولكن اذا اذا حضرتك قمت بصناعه الخبر ممكن تحرفه او ممكن تغيره، او ممكن كيف ممكن تحافظ على ثقه الجمهور بانك تقدم له خبر حقيقي؟ بالتاكيد هنا تاتي مهنيه الشخص وكيف انه هو يتعامل مع الخبر بما يهم المشاهد بالفعل. يعني ربما ان الفعاليه اللي انا ذاهب اليها تكون هي فقط ترويج لمجموعه من الناس، بينما المشاهد لا يهتم لهذه المجموعه او ما يهمه اصلا انه هذيل قدموا او اشخاص ثانيين قدموا، ولكن هناك مثلا موضوع معين. لنفترض انه مثلا السكري، مرض السكري، اقامت جماعه ما فعاليه بخصوص السكري، فانا موضوعي ليس الفعاليه وانما هذا المرض وكيف موجود في السلطنه وما مدى تاثيراته وما مدى انتشاره، فمن هنا تاتي يعني تناول الموضوع. بدرية سمعت انك يعني عندك توجه للاخبار. بداية انا راح اقول لك يعني الناس اللي قدموا اخبار عندهم وجه معين، يعني اللي هو الوجه الجاد دائما معروفين بالجدية. طيب. وانت ما شاء الله وجهك عند بيبي فيس. وايضا سمعت ان كثير اجمعوا انك ما لا تصلحين كمذيعة اخبار، ولكن يعني اكثر كبرامج منوعه. وليش ما بغيت تكملي في لون البرامج المنوعه وتتجهي للاخبار، واللي انا احس يعني شخصيا ايضا لا يناسب شكل بدرية؟ اوكي سؤالك جدا جيد. طبعا انا كثير انتقدت فعلا، لان خاصه لما كنت مع الاستاذه بثينة البلوشي اوجه لها تحيه. طبعا كان بعضهم تابعك هي على فكره الحين. طبعا اوجه لها تحيه. طبعا كان في نوع من الانتقاد، ليش بدرية تقدم، ليش تحاول انها تقدم في برامج الاخبار، و
ليش ما تكون في برامج متنوعة أو برامج مسابقات. أنا أحترم وجهة نظر الآخرين، ولكن أنا في داخلي بدرية، يمكن البعض ما لا يرى الجانب الآخر مني، يعني يمكن هم يشوفوني كبيبي فيز أو كشكل وكذا، لكن أنا أعتقد أن في بداية مشواري الإعلامي كنت دائما حاطة ببالي أني أكون مذيعة أخبار، وطبعا هذه رغبة والدي بأمانة. أنا أقولك يعني أقولها أن هذه رغبة والدي، وثاني شغلة أن أنا كثير مخذة شخصية والدي كثير، كونه هو كان يشجعني كثير في مجال الأخبار وفي تقديم الأخبار. ويمكن يعني مثل ما قلتي في بعضهم انتقدوا، ودائما هذا الكلام بدريلا ما يناسبك أخبار. زين ليش جازفتي؟ يعني قدمتي برنامج كافيه اللي هو مجان كافيه اللي هو برنامج شبابي جدا. أوكي. منوع جدا. إذا أنت من البداية عندك الخطة أنك تكوني مذيعة أخبار، ليش ما انتظرتي حتى تكملي دراستك الإعلامية وبعدين تدخلي كوجه إعلامي أخباري عشان الناس ما يجلسوا يقارنوا ببدرية مقدمة برامج المنوعات وبدرية مقدمة الأخبار؟ هذا الشيء دائما يصير. صحيح كلامك. انا في تلك الفتره لما قدمت مجان كافيه كنت في مقاعد الدراسه، لكن دائما هم كانوا ينظروا لي، كنت دائما اقول لهم ان انا سياستي راح تكون او مسيرتي راح تكون في مجال الاخبار، لكن مثل ما انت عارفه مثل ما تقولي انا دخلت مجال، كنت اي شيء يعطوني اياه اقدمه بدون تردد حتى ادخل مجال الاعلام. في ذيك الفترة طبعا مثل ما خبرتش كان يمكن شكلي كان لساتي بعدني صغيرة على مجال الإعلام، وتعرفي أنت مذيع الأخبار لابد أن يكون شوي نوع من الخبرة، وهذا لا يعني أنا بتصوري دائما الإنسان يجتهد على نفسه حتى يوصل اللي يريده، وأنا حاليا ماشية في هذا الطريق وإن شاء الله بإذن الله. ناخذ رأي أحمد. أحمد إيش رأيك، تنفع لمذيعة أخبار ولا لا؟ يعني بكل صراحة هو إحنا ما نقول إن هي ما تنفع كمذيعة، بس كوجه أخباري بدرية. يعني أنا تقريبا أتفق مع الطرح اللي تفضلت فيه، أنه المذيع يجب أن يختار طريقه، أما أن يكون في البرامج أو يكون في الأخبار. وأيضا هناك يعني في كثير من الأحيان قد لا يملك الشخص الحكم على نفسه، ولكن يجب أنه يستعين بالخبرات والتي ممكن أنها توجهه للطريق الصحيح. صحيح أنه قد يكون أنا عندي الطموح أن أنا أكون في مجال معين، ولكن يجب أني أقتنع برأي الخبرات من الناس أنه مثلا هذا المجال ما هو مجالي، ممكن أنها توجه رأيك لمجال آخر. بالضبط. أنا أحترم رأيك. أنا أحترم رأيك، ولكن يعني أنا ما أحكم على بدرية أنها تنفع للأخبار أو لا، لأن بصراحة ما شفتها. يمكن إحنا رح ننتظر بثينة اللي رح تكون ضيفتنا يوم السبت فقط، إن شاء الله. لكن ما أعتقد أنه ممكن أنه الحكم عليه يعني. أوكي أنا أحترم رأيك، لكن طبعا أنت أو حضرتك سألتي ليش أنت بديتي في البرامج المنوعة، أصلا ما كانت تسمح لي فرصة أني أقدم أخبار في تلك الفترة. شو كان اللي بيمنعك خاصة بدرية؟ نعم، شو كان بيمنع أنك تدخلي على الأخبار مباشرة؟ ما كنتي مؤهلة بعد؟ يمكن في نظرهم ما كنت مؤهلة، ويمكن أنا بدايتي يعني كانت جدا يعني وأنت صغيرة. أيوة. يعني طب ليه ما استمريتي ببرامج المنوعة، البرامج الشبابية؟ أنا ما قدمت حتى عمري. شوفي أنا قدمت في مجان كافيه يمكن 6 حلقات وبعدين طلعت ورجعت قدمت، سمحت لي فرصة أني أقدم في قناة مجان في برنامج دهاليز وهو برنامج جماهيري، وكان كنت أنا أبي أي شيء أدخل يعني أي برنامج يدخلني في مجان يعني مفتاح دخول بالإعلام. مفتاح دخول للإعلام. أيوة. يكون مفتاح دخولي لمجال الإعلام. لكن بعدين أنا توجهاتي اختلفت، خاصة أني أنا تخرجت وصار عندي رؤية، يعني أنا مؤمنة في داخلي وإن الإنسان لابد إنه بمثابرته باجتهاده يوصل اللي هو يريده، وأنا الحمد لله جالسة أجتهد مع الأستاذة بثينة البلوشي وأيضا مع الأستاذ هلال الهلالي، أوجه له طبعا تحية، خاصة الفترة الأخيرة كنت في معهد الفنون التدريبي للإعلام، تدربت معاهم فترة ولازلت أتدرب،
والحكم يبقى للناس طبعا. اذا يعني مش بدك بهيدي الشغله كلها. انت ما مقتنعه. برامج حلوه للشباب، لا بتوجع الراس ولا بتوجع القلب. الاخبار شوفي حالته، ما عم يطلع صوت بعيد عن السياسه وبعيد عن المشاكل السياسيه العالميه. بعيدا عن السياسه بالفعل. لور انت وكثيرين طبعا دائما يقولون انت ما تصلحين اخبار، ولكن يوما ما انا راح اثبتكم، يعني اثبت لكم ان شاء الله اني راح اكون مذيعه اخبار. انا على فكره شخصيه جاده وليست شخصيه مرحه ودلوعه والى اخره مثل ما يظن البعض يعني كشكل، لكن انا شخصيه جاده وبالعكس يعني انا قادره اني اكسر هذا الشيء. ما خايفه من الانتقادات تصير اكبر واكثر؟ نعم. ما راح تخافي من الانتقادات انها تصير اكبر لا واكثر؟ لا هي عندها ثقه في نفسها. شوفي سيدتي ردت عليك. انا عندي ثقه بنفسي ان شاء الله باذن الله راح اوصل اللي اريده، وطبعا هذا مثل ما خبرتش بجهود بتعب، يعني اكيد مذيع الاخبار منه سهل، لازم يكون عنده كاريزما، لازم يكون عنده ثقه زايده، صوت، اداء، مخارج الحروف لازم تكون صحيحه، وانا جالسه حاليا اشتغل على هذا الشيء وان شاء الله باذن الله احقق رغبتي ورغبه والدي طبعا ان شاء الله. احمد يعني في الاخبار يقال دائما ان الاخبار تبدا مستوى عالي جدا وبعدين تنحدر، فحتى يقول لك كانك يا زيد ما غز يا زيد ما غزيت، فايش رايك في الموضوع؟ يعني دائما الناس تنتقد الاخبار انها تبدا بقوه لكن فيما بعد يعني تتدرج للنزول مستوى اقل. ما فهمت سؤالك. الاخبار يعني قوه الاخبار ويعني الاداء والاسلوب معروف انها يعني خاصه هذه الفتره لما صار التغيير انتقلت على الاتش دي يعني بدات يمكن بقوه لكن صار في نزول للمستوى. صحيح فعلا اتفق معك. احنا لما بدانا في الاستوديوهات الرقميه الجديده كان هناك قوه كبيره يعني في الاخبار وحتى في طريقه الطرح. كان ذيك الفترة موجودين عندنا خبراء من قناة الجزيرة الإخبارية راح نتحدث بعد استفادتكم عن وكانوا يشرفوا يعني على عملية تحرير النشرات وعملية إلقائها ويشرفوا حتى على المذيعين وأسلوبهم وطريقتهم، ولكن للأسف ما أدري لماذا لم يعني يستطيع المسؤولين في القناة المحافظة على هذا المستوى وبدا في الانحدار. كان الوقت ربما مش نحن كافي لوجود المختصين من قناه الجزيره، نوجه لهم كل تحيه طبعا. ما كان الوقت كافي انهم يعني يشبعوكم ويشربوا استفدتوا يعني من الحضور؟ انا شخصيا استفدت وهناك يعني الكثير من الزملاء استفادوا، ولكن اعتقد كنا بحاجه الى فتره اطول مع هذه الخبرات، كون انه يعني لما تجي انت تحول شخص من اسلوب الى اسلوب اخر يعني قد يحتاج وقت اكبر من انك تعلم شخص مثل ما نقول فريش وينطلق اسهل بكثير. فاعتقد انه التلفزيون محتاج وخصوصا يعني الاخبار محتاجه الى فتره اطول وصرامه اكبر للمحافظه على ذلك المستوى. فعلا المستوى انحدر وانا اتفق معك تماما، يعني خصوصا حتى بنوعيه الاخبار المطروحه. يفترض انه نشره الاخبار تكون 60% محليه، الان تقريبا ممكن نقول 90% اصبحت بالضبط الأخبار. هذا اللي من خارج يخلي السلطنة. المشاهد العماني او حتى من خارج السلطنه ما يحب يطلع على الاخبار، لان اوكي صح في عندنا احنا يعني امور محليه موجوده ممكن احنا نطلع عليها عن طريق الصحف والجرائد، لكن من ناحية الأخبار الواحد دائما يحب أنه يعرف إيش اللي قاعد يصير برا البلد من أخبار خليجية عربية عالمية صح؟ يعني لا تنسي أن نحن أساسا قناة وطنية وهناك قنوات إخبارية متخصصة، يعني عندما يريد الفرد أنه يتابع الأخبار العالمية بس هذا ما بالتأكيد بيمنع. أنه سيتجه للأخبار العالمية نكون نحن ملمين بما يجري حولنا، يعني ما بيمنع هذا الشيء انه يكون عندنا اخبار، ولكن الاولويه للاخبار المحليه كوننا احنا قناه وطنيه وبالتالي إن لابد ان نقدم الخبر المحلي للمواطن والمقيم في السلطنه. 90% ما تحس ان يعني نسبه كبيره من الاخبار المحليه قاعدين نعرضها؟ 90% مثل ما انت تفضلت. لا انا اقول العكس. ها الحين اللي صاير العكس، احنا نقدم الاخبار العالميه بمستوى أكثر. اتوقع 90% الان
عندما بدأنا في الاستوديوهات الرقمية كان توجه أن الخبر المحلي يأخذ 60% من حيز النشرة، وهذا هو التوجه الصحيح. بدرية، بما أنك حابة تدخلي إلى المجال اللي هو السياسي، لحتى نسميه سياسي الأخبار، اليوم صاروا كتار على الساحة الإعلامية، كيف بتحافظي على مكانتك وبتبرزي تتكوني مذيعة أخبار؟ دور، أنا في بداياتي حاليا، وتلفزيون سلطنة عمان طبعا فتحت الكثير، يعني خلينا نقول لمذيعين جدد حاليا احنا نشوفهم على الشاشة. أكيد أنا ما بجلس أنافس نفسي والله أنا راح أكون أفضل من هذا، بالعكس احنا زملاء في الأخير، مثل ما خبرتش هو يعتمد على أني أتجه إلى سلك معين، طريق معين في الأخبار، ويعني هذا اللي ممكن يعني أقدمه حاليا، يعني إذا في فرصة في الأخبار أو في برنامج. طبعا برنامج سياسي بعيد كل البعد، لكن خلينا نبدأ بالنشرات الاقتصادية على أساس. أحمد، بالنسبة لك كيف بيحافظ المذيع مذيع الأخبار تحديدا على مكانته على الساحة الإعلامية؟ ما أدري والله، سؤال صعب. ولكن عموما يعني أنه دائما محاولة التطوير وعدم الوقوف عند نقطة معينة وتجنبه التراجع، طالما هناك يكون في تطوير مستمر لقدرات المذيع وإطلاعه أو الإعلامي بشكل عام، يضمن بقاءه على الساحة. أما إذا توقف تدريجيا سيبدأ في التراجع، وهذا طبعا يقودني إلى مطالبة حقيقة أنه في المؤسسات في السلطنة، ليست في الإعلام وحسب، وإنما في كل المؤسسات الحكومية، أن تكون هناك اهتمام أكبر بالتنمية البشرية. يعني جلالة السلطان في أكثر من مناسبة وأكثر من حديث يركز على ضرورة التنمية البشرية والاهتمام بالتنمية البشرية، ولكن للأسف يعني ما ألاحظ فعلا من خلال يعني تغطياتنا الإعلامية أن معظم يعني الفعاليات والدورات التي تقام في هذا المجال هي دورات شكلية، الغرض منها فقط ملء الملفات بأنه المؤسسة الفلانية قامت كذا كذا دورة لعدد كذا كذا فرد، ولكن عندما نأتي ونشوف المحصلة نجد أن الاستفادة قليلة جدا وتكاد حتى تكون معدومة لدى بعض الموظفين. فيعني الاهتمام من قبل الفرد ومن قبل المؤسسة بتنمية هذا الجانب سيضمن يعني لنا كشعب وكبلد أن نتطور ونخطو خطوات أطول على مستوى الإقليمي والدولي حتى. تطوير الموارد البشرية، مدى ثقة التلفزيون العماني بأحمد الكندي، رح نسمعها لكن بعد ما نرجع من الزميل سليمان اللي موجود في الجراند مول. عودة جديدة لكم متابعينا الأعزاء على قناة مجان الفضائية، ومن هنا من جراند مول حيث يبث برنامجكم ليالي مجان. بكل تأكيد أحبتنا اللي متابعينا الحين عندنا وقفة مع قراءة لرسائلكم، واللي أيضا جالسين يرسلوا لنا ويناقشوا موضوع حلقة اليوم. فايزة الغافرية، شكرا لك، وصلت رسالتك. رسالة أخرى أحب أشارككم على هذه القناة. شكرا لكل المتابعين، أنا حاب أوجه تحية لمتابعينا في سوريا وفي الأردن، في رسائل كثيرة تصلنا من سوريا ومن الأردن، شكرا لكم. تحية أيضا إلى المذيعة اللي موجودة كانت معانا في الاستوديو بدرية، وأيضا أخرى إلى أحمد الكندي، هذه خاصة لضيوفنا لليوم موجودين معانا. نقرأ بعض الرسائل اللي جات اليوم تناقش موضوع حلقتنا. مساء الخير، موضوع اليوم ملفت كثيرا عن كثرة النوم علينا نحن كمسلمين، قراءة القرآن والإكثار من الأدعية، وهذا مختصر عن كثرة النوم. يونس السليمي، شكرا لك يا يونس. نحن نتكلم مش فقط نقرأ قرآن وأدعية، أيضا لابد مثالا الرياضة، لابد أيضا صلة الأرحام، مثل هذه الأشياء جدا مهمة إن نحن نعملها في شهر رمضان المبارك. عادل عامر مسلم، شكرا لك وإعجابكم للبرنامج، نحن جدا يسعدنا ومتابعتكم لنا جدا أيضا نفرح بها. رسالة أخرى،
صالحة ومها وخديجة ومريم وفاطمة، شكرا لكم، وأيضا كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله ينعاد عليكم هذا الشهر لأعوام كثيرة. نقرأ رسالة لموضوع حلقة اليوم من عائشة الشريقية: إن كثرة النوم في رمضان تحرمنا من الطاعات، فالوقت في شهر رمضان ثمين ولا يأتي إلا مرة واحدة في السنة، فلنعتمر ولنقرأ القرآن وأيضا زيارة الأرحام ونقضيها أيضا مع الأهل. ورسالتك جدا مهمة وجميلة يا عائشة. رسالة أخرى: اليوم رسائلنا كثيرة اللي جالسة تصلنا الحين، خاصة للحين تصلنا الحين، شكرا لكم على هذه الرسائل. أقرأ رسالة أخرى: لدي مداخلة بسيطة في موضوع حلقة اليوم من رقية الريامية. النوم بكثرة في شهر رمضان أسبابه السهر لساعات متأخرة والإرهاق والتعب الذي يعاني منه الصائم. بالفعل نحن لو نجي نشوف كثير من اللي جالسين يسهروا لفترات جدا طويلة في فترة الليل إلى وقت ربما إلى وقت الفجر، فجدا مهم أن نقضي وقت مثلا الليل، نعطي قسط من الوقت للراحة. الحين عودة إلى الاستوديو وأرجع لكم إن شاء الله ومعاي ضيوف وزوار لجراند مول. شكرا للزميل سليمان وشكرا لكل من قاعد يتواصل معنا من داخل وخارج أراضي السلطنة. طبعا كثير منكم تواصلتوا وتوجهوا التحية لضيوفنا اللي موجودين. قبل لا ننتقل للزميل سليمان، توقفنا عند مدى ثقة التلفزيون العماني بأحمد الكندي. أحمد، إحنا كثير نشوفك في أخبار الواحدة، أبدا ما نشوفك في أخبار العاشرة واللي هي يمكن الأكثر متابعة. هل تحس أن هذا عدم ثقة في أحمد الكندي؟ والله لا، ما أعتقد أنه عدم ثقة، هو كل ما في الأمر أنه أنا في فترة الماضية كنت متعاون مع التلفزيون لأني أعمل في جهة أخرى، والله يسامحهم هناك المسؤولين يعتقدوا أنه نشرة العاشرة هي النشرة الرئيسية، وأنا أعتقد أنه هذا اعتقاد خاطئ 100%. يفترض أن تكون جميع نشرات القناة بذات الأهمية وبذات الجودة. لا، يمكن لأن العاشرة خلاص الناس يعني رجعت من دواماتها، تعشت، خلصت أي مشاوير لها، جلست في البيت قبل لا تنام تشوف أخبار العاشرة. في ناس يكونوا نايمين الساعة 10 على فكرة، يعني ممكن تكون نشرة الخامسة هي يعني النشرة الأساسية، أو حتى نشرة الثامنة اللي باللغة الإنجليزية. أنا ما أتفق بصراحة مع هذا التوجه أن نشرة العاشرة هي النشرة الرئيسية. يفترض أن القناة تمنح الثقة لجميع موظفيها ولجميع يعني منتجاتها من نشرات أو برامج أو كذا، ولا نقلل من أي برنامج آخر أنه هذا البرنامج أفضل من هذا. يفترض أن احنا نعطي القوة لكل منتجاتنا، فإن أقول أنا أن النشرة العاشرة هي النشرة الرئيسية هذا شيء خاطئ بتاتا. يعني انا اغلط المسؤولين. فانت راضي يعني في النشره اللي تقدمها اللي هي نشره يعني الواحده؟ يعني لما يحطوني مثلا في الجدول في نشره الواحده بالعكس استانس، لان الفتره بالنسبه لي مميزه. متابعين من خارج السلطنه؟ في متابعين لي، واجد هذا من خلال التواصل. يعني نشره العاشره قدمتها في اكثر من مناسبه، واقدمها حاليا يعني بعد ما انتقلت للهيئه صرت اقدمها اسبوعيا تقريبا، تكون عندي نشره الساعه 10. ربما لأن أنا في دائرة الأخبار المحلية فأطلع كثير أن أعمل تقارير، فما يصير أن أنا يكون عندي تقرير في النشرة وأيضا أنا أقدمها، وكأنني أنا أملك القناة يعني. طيب، وأيضا هناك مذيعين بالنسبة آخرين. لفترة الأمطار في يوم من الأيام كنت تقدم يعني في النشرة لوحدك كونها كانت نشرة نهاية الأسبوع، لكن كانت فترة أمطار فجابوا مذيعة أخرى اللي هي الأستاذة بثينة البلوشي. هل تحس أن يعني هذا الموضوع كان يستاهل أنه يجيبوا مذيعة بثينة البلوشي اللي أنا أعزها وأحترمها كثير يعني، بس هل تحس أن هذا كان عدم ثقة في أحمد الكندي؟ ما أعتقد هو أنه عدم ثقة، ولكن إذا كان أنا أجاوب بنعم أو لا، إذا كنت أحس أنه هذا اللي صار شيء صحيح فأنا أقول أنه لا غير صحيح. إذا كان القناة حددت أنه في نهاية الأسبوع النشرة يقدمها مذيع واحد، فيجب أن يقدمها مذيع واحد سواء كانت النشرة عن دقيقة أو ساعتين. إذا كانت القناة حددت أنه النشرة يقدمها مذيع ومذيعة فقط ودائما، فيجب أن لا يقدمها مذيع ومذيع. بالضبط، ليش صار هذاك الاستثناء لا أعرف هذاك هذا اليوم؟ الشيء يعني تسأل عنه إدارة القطاع، قطاع الأخبار.
صراحة أنا ما أتفق معهم فيه يعني، ولكن هذا توجههم. زعلت؟ فلا ما زعلت، أنا تقبلت الموضوع، ويعني كنت سعيد أنه عند زميلتي يعني شيء طيب، ولكن داخلي أعتقد أنه كان شيء خاطئ. عن بدرية هلأ، بدرية ليه ما ابتديتي بالأخبار بالإذاعة؟ ما زال التلفزيون ما فتحوا لك مجال. نعم. ليه ما ابتديتي بالأخبار بالإذاعة بما أنه التلفزيون ما عطاك الفرصة؟ مثل ما خبرتك لورا، لأن في البداية يعني هم كانوا، بما أني أنا كوجه جديد على التلفزيون ما ممكن أن يعطوني برنامج أو مثلا يعطوني نشرة أخبار، خاصة أنه يمكن أنا درست الإعلام ولكن دراستي كانت بشكل عام، فما أدري هل والله بتفكري يعني اليوم هذه يعني وجهة بتفكري نظرهم. تنتقلي إلى الإذاعة على الأخبار؟ والله أنا لأن الإذاعة مدرسة تانية يعني. لا بالعكس، أنا انتقلت للإذاعة وكنت دائما أحاول أني أبني نفسي في الإذاعة، لكن سبحان الله المسؤولين هناك دائما يرجعوني للتلفزيون، لا أنت شكلش تلفزيوني ما ممكن تكونين في الإذاعة. كله تحت عنوان الصحافي. نعم؟ كله تحت عنوان صحافي، سواء كان بالإذاعة أو حتى بالتلفزيون. بالضبط، لكن مثل ما خبرتش أنت تتمني شيء والمسؤولين يتمنوا شيء، يعني مسؤولين يعني لهم وجهة نظر مختلفة. اليوم تعتبري حالك نجحتي ببرنامج تكنو؟ تكنو أضاف لي، شوفي أنا ما راح أقيم نفسي، بس أترك هذا الشيء للمشاهدين. فقرة تكنو كانت تجربة جديدة بالنسبة لي، خاصة أنها تقرأ على تكنو على الأوتوكيو، وهذه يمكن مناسبة تماما كتدريب إلي إن شاء الله إذا أنا استمريت. في أنت عم تعدي الفقرة؟ نعم. أنت بتعدي الفقرة؟ بأمانة ما كنت أنا أعد الفقرة، ولكن يعني لأن أنت بعد حلقتين أو ثلاثة من البرنامج حسيتك عم تقرأي لنا قراءة على الهواء، يعني ما عم بتخبريني. صحيح. عم تقرأي. صحيح، لأنه في البداية ما كان في استعداد، كانت تحضر لي الأوراق في الاستوديو وما كنت مهيئة للقراءة، ومثل ما خبرتش في يعني قراءتي اللي على أوتوكيو كانت جديدة بالنسبة لي، فكانت يعني فعلا في بعض الناس كانوا يقولوا احنا لاحظنا انك تقرين، يعني حتى لدرجة أنه وصلت أنت تقريبا ما تفهمين، يعني هي فقرة تكنو عبارة عن أخبار في عالم أي جديد في عالم التكنولوجيا. طبعا أنا ما عديت الأخبار في معدة، ولكن بعض المشاكل صارت في الاستوديو، كانت الأوراق تصل متأخرة، يعني في كاميرات ما كانت مثبتة، وفي أشياء يعني صارت في فقرة تكنو، لكن الحمد لله النتج يعني لو تلاحظين في الحلقة الأولى وتابعتي آخر حلقة بتحسي نقلة مختلفة تماما، فرق أيوة كبير. طيب اليوم هيدا البرنامج أضاف لك صح؟ أكيد. أنت شو أضفتي للبرنامج؟ أنا حسيته برنامج عادي، يعني ممكن أي برنامج شخص يفتح عادي إنترنت ويطلع شوية معلومات ويستفيد منها. أنت شو ضفتي؟ لكن هذه يعني شوفي في برنامج صباح ومساء هذه الفقرة عدت لي، يعني فقرة تكنو هي فقرة خفيفة خلنا نقول، وهي عبارة عن أخبار فعلا، بس مثل ما خبرتش هم كانوا عاطيني هذه الفقرة حتى تضيف للبرنامج، وبالعكس أنا أحس استفدت منها من خلال التجربة الأولى في استخدام التقنية الجديدة، خاصة أنه يعني هذه التقنية لأول مرة، أو خلينا نقول يمكن من خلال فقرة تكنو اللي عرضتها، بس أنا أعتقد أنها يمكن بعضهم ما كان تؤيد، يعني أنه بدرية تقرأ من خلال الكلام فقط بدون أن تفهم، لأني وصلت انتقادات من هذا الكلام، لكن مثل ما خبرتش أنا حاليا أشتغل على هذا المسار، وإن شاء الله بإذن الله بإرادة الواحد وأكيد بيوصل الهدف إن شاء الله. إن شاء الله. أحمد، دائرة الأخبار، يعني عندنا إحنا دائرة مختصة بالأخبار، هل تحس يعني أن هذه الدائرة شغالة أكثر شيء على النشرات الأخبارية؟ ما عندنا برامج أخبارية، يعني وين إحنا من البرامج الأخبارية البحتة؟ غير طبعا قضية اليوم اللي بتمع الأخبار.
والله ما أدري يعني هذا سؤال تسأل عنه يعني قسم أنت كرأي الأخبار أو البرامج الإخبارية. أنا أعتقد ربما هم يعدوا في المرحلة القادمة لبرامج جديدة على أساس أنها تظهر في الدورة البرامجية القادمة بعد شهر رمضان إن شاء الله. أنا أعتقد فعلا أنه تلفزيوننا محتاج لبرامج إخبارية جديدة، يعني هناك الآن برنامج شؤون الساعة، وهناك أيضا رؤية اقتصادية وأيضا استراتيجيات. هذه البرامج كانت يعني محققة يعني شعبية نوعا ما ولها متابعين كثر. أعتقد أنهم هم بحاجة لنوع من التجديد في الفترة القادمة، وربما يعني تنويع هذه البرامج أكثر، ربما هي تتفق يعني أو تتشابه كثيرا في مضمونها. بدرية، بالنسبة لك أنت يعني إذا لم تحققي النجاح المطلوب، يعني وأنا ما قاعدة أفول بالشر عليك في تقديم نشرات الأخبار، هل ترين نفسك يعني في البرامج الحوارية؟ ممكن تكون برامج إخبارية حوارية؟ ممكن كبرامج حوارية. بالعكس، أنا أحب البرامج الحوارية، وخاصة إذا بتتكلم عن الأخبار المحلية في البلد. هذا إذا ما صار طبعا، لكن مثل ما الواحد يعني يجتهد لحتى يوصل لهدفه. وأنا حاليا يعني أكرس نفسي مع يعني في قراءة وفي متابعة الأخبار، وأنا أيضا يعني حابة أشكر الأستاذة بثينة، لأنها هي دائما يعني تشجع يعني المذيعين الجدد، وانتم شايفين طبعا النقلة الجديدة في الأخبار، أضاف يعني مذيعين ظهروا، وإن شاء الله بإذن الله راح أستمر، وإذا ما صار إن شاء الله في البرامج الحوارية ليش لا. إن شاء الله. أنا بدي أسألك بدرية، يعني اليوم تكنو اعتبرتي تجربة لا بأس فيها صح؟ أيوة. في مشروع جديد عم بتفكري فيه للمستقبل القريب؟ أنا حاليا أتدرب في قراءة الأخبار، ولكن إن شاء الله بإذن الله إذا في سمحت لي الفرصة أني أقدم برنامج حواري أو برنامج في مجال الأخبار المحلية ليش لا، راح أقدمه. عمل ندمتي عليه بدرية؟ عمل ندمت عليه ما راح أقول لكم لا، هو ما أعتقد أني أنا ندمت على عمل قدمته، بالعكس حتى لو كان بدايتي في برنامج شبابي، وبرنامج يمكن يعتبر الآخرين برنامج يعني ما يناسب مثلا هيئتي وشكلي، بالعكس هذا أضاف لي يعني. الإنسان يتعلم في الأخير، والمذيع المبتدئ دائما يبدأ بالبرامج البسيطة حتى يوصل البرامج اللي على مستوى. طبعا هلا بيتهمونا انه نحن عم نهاجم بدريه. لا، نحن ما عم نهاجم بدريه بالعكس، نحن عم ننقل لسان الشارع وعم ناخذ منها الكلمه الحق مثل ما بيقولوا. احمد، اليوم قديش بيتاثر مذيع الاخبار او بيمشي مع سياسه المحطه؟ هو بالتاكيد انه يعني المذيع او الاعلامي لابد انه يمشي مع سياسه محطته، والا انه في بحث له عن محطه اخرى. وين يعني بالتالي ممكن يروح؟ هل ممكن أحمد الكندي يعمل خارج السلطنة؟ والله أنا أعتقد يعني أنه العمل خارج السلطنة هذا يعني ليس عيب، بالعكس، لأنه من يعمل خارج السلطنة سيعود بالفائدة لبلده من خلال اكتساب الخبرات، وأيضا يعني مشاهدة كيف تعمل القنوات الأخرى، القنوات المحترفة، وبالتالي في المستقبل هو سيعود بالفائدة يعني له ولزملائه. فإذا كان هناك من فرصة أن أنا أحصل على عمل خارج السلطنة سأكون سعيد بذلك إن شاء الله. أحمد، الآن يعني أنت مقدم نشرات أخبارية وأيضا معد ومقدم للتقارير، يعني بالنسبة لأحمد أيهما أقرب، النشرات التقارير أم في بالك مشروع برنامج خاص بأحمد الكندي؟ والله يعني الاثنين بنفس المستوى، النشرات الإخبارية وكذلك التقارير. ربما في التقارير أنا أحاول أنه يعني أبحث بنفسي، وبالتالي تكون هناك حرية أكبر. عن القادم بإذن الله أنا أخطط لأن هناك يكون لي برنامجي الخاص، وربما تشوفوه قريب يعني إن شاء الله. إيش هيئة هذا البرنامج؟ ما أحب أن أقول عنه أي كلمة.
يعني توجهك هل هو توجه اجتماعي سياسي محلي؟ ليس سياسي بس يعني ما رح ناخذ. وسيكون محلي إن شاء الله. محلي إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا إحنا تشرفنا بتواجدكم معنا بدرية وأحمد، كلمة أخيرة توجهوها سواء لجمهوركم أو لزملائكم اللي يعملوا معاكم. نبدأ مع الجنس اللطيف. طبعا أوجه تحياتي للأستاذة بثينة البلوشي والأستاذ هلال هلالي لأنهم هم داعمين حاليا في مسيرتي، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله لنا لقاءات ثانية بإذن الله إن شاء الله. أحمد، والله أنا أتمنى أنه أول شيء لقناة مجال الفضائية أتمنى لها التوفيق والانتشار أكثر بمشيئة الله في القادم من الأيام، وأتمنى بالنسبة لتلفزيون سلطنة عمان وكذلك الإذاعة أن يكون هناك تقدم متسارع أكثر من ما هو الآن، وأنه أدعو زملائي يعني في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن نتخلص من شعار مشي حالك ونكون للأفضل بمشيئة الله تعالى. أن نتخلص من؟ شعار مشي حالك. مشي حالك يا اتهمونا على أنه نحن عم نهاجم، اتهمونا بأنه أسئلتنا استفزازية، واتهمونا أنه أسئلتنا صعبة مش عارفين وين بدنا نروح. خلونا نروح عند سليمان بيكون يمكن أفضل بهالتغطية الخاصة اليوم لليالي مجان بالنسخة الثالثة لحتى نشوف كيف الأجواء عنده ضمن أكيد ليالي مجان ثلاثة. عودة مجددة لكم متابعينا الأعزاء. بأمانة هنا أجواء رمضانية جدا خيالية في الجراند مول، جالسين نعيشها سواء مع ضيوفنا أو مع الفعاليات اللي جالس يقدمها الجراند مول. ما أطول عليكم، معاي ضيوف هذه المرة من العراق، خلونا نتعرف عليهم ونناقش معاهم موضوع حلقة اليوم. أتعرف عليك؟ عبد الله عبد العزيز. وأنت شو اسمك؟ لانا عبد العزيز. طيب أنتوا كم صار لكم هنا في السلطنة؟ صار لنا هنا 15 سنة ما شاء الله، يعني مقيمين هنا معنا في السلطنة. طيب نحن اليوم نتكلم عن موضوع النوم وكثرة النوم في شهر رمضان، أنتوا رأيكم بهذا الموضوع؟ ما يستوي النوم في الشهر هذا، عشان هو يجي مره واحده في السنه وما نظن نقضيها باللعب ولا في النوم، بس لازم نروح المسجد كل صلاه ونقرا على الاقل في اليوم جزء واحد من القران. طيب نسال لانا ايضا، انت وش من الاشياء اللي ممكن نستثمرها في شهر رمضان غير النوم؟ لازم طبعا نقرا القران ونصلي صلواتنا في اوقاتها، ويعني ما نسهر كثير في الليل لان هذه من اكثر الاسباب اللي تؤدي انه احنا ننام كثير في اليوم الثاني، واصلا ممكن هذا نضيع علينا الفرصه لانها مثل ما قال اخوي مره واحده في السنه تجي، لازم نستغلها استغلال يعني ممتاز وخاصه العشر الاواخر. طيب انتم من الناس اللي تنام كثير ولا لا؟ لا لا ما ننام. طيب انزين خلينا نسال، كيف ممكن احنا نتخلص من هذه العاده؟ نروح المسجد بصلاتها ونقرأ قرآن، يعني نظل مثلا نص ساعة ساعة بعدين ننتظر شوي وتجي بالصلاة الثانية ونروح. طيب تسلموا. مثل ما نحن نتكلم من ضمن العادات السيئة اللي تكلمنا في إحدى الحلقات إن هناك عادات سيئة لابد أن نتخلص منها، مش المفروض أنها تكون في شهر رمضان، ومنها النوم. شكرا لكم على تواجدكم هنا معنا، أكيد جدا سعداء بتواجدكم هنا. وهذا أيضا الجراند مول عبارة عن كوبون شراء يقدمها لكم. شكرا. تسلموا، موفقين إن شاء الله. إذن متابعينا الأعزاء، مثل ما نحن نتكلم عن إنه استثمار شهر رمضان لابد أن يكون بكثير من الأشياء الإيجابية، منها طبعا صلة الأرحام، قراءة القرآن، غير قراءة القرآن حتى لو نركز على القراءة واستثمار نفسنا، وأيضا الترويح على نفسنا بأنشطة رياضية. موضوع النوم لو نجي نحن نشاهده تكرر بشكل جدا كبير مع بعض الشباب اللي يسهروا طوال الليل، يجي وقت الصباح إلى الدوامات حتى يكون عملهم داخل الدوام بشكل جدا ضعيف. فخلونا نستثمر شهر رمضان وأيضا ننوع جميع الحاجات اللي موجودة فيه من قراءة قرآن، صلة أرحام، أخذ قسط من النوم، ومثل ما عودناكم مرة هنا ناخذ ضيوفنا ومرة نرجع إلى الاستوديو. الآن عودة إلى الاستوديو ومع ضيوفنا اللي موجودين هناك، ولكن بعد هذا الفاصل.
هالشهر شهر الصوم، شهر المغفرة، شهر الخير. أكيد كمان اليوم ضمن برنامجنا عنا كتير إشياء نقدم لكم إياها مناسبة هذا الشهر الفضيل، ونتمنى أن ينعاد علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بكل خير. انتظرونا الحين، نحن فقط رايحين نروح للور الجسار، وأنا لما أرجع معاكم هنا راح يكون معاي ضيف راح نتعرف عليه وإن شاء الله. استقطب الكثير من الزبائن الشهر الماضي، أكثر من نصف مليون زائر إلى مصر جراند مول. توسعوا برامجنا، تدخل برامج جديدة، وتجينا كثير من المقترحات من الشباب نفسهم المتطوعين. أمس كيف كانت وجبة العشاء؟ قوية؟ صراحة كانت جدا قوية وفنانة بعد وحلوة بشكل عام. هذا البرنامج أصبح له متابعين من داخل وخارج عمان. اليوم خبريني هيام، كيف شو كان الإفطار؟ الإفطار كان بسيط جدا. تعرفي خلية النحل تعملوها؟ أي طبعا. أخذنا خلية نحل وأصابع زينب. الدراما الخليجية أساسا يعني بدت بخطوات ثابتة ووصلت إلى مستوى العالمية بمعنى. فصارت هي شوية دربكة في الموضوع، بس الحمد لله أنا أقول أني عملت عمل وأثبت وجودي وحطيت اسمي في السوق. لاحظين مشاهدينا الكرام، ما بتاخذوا لا حق ولا باطل منه لعمار آل إبراهيم ابدا ابدا. سواء على مستوى الوطن او على المستوى الخارجي ستكون لهم استضافه في هذا الملتقى ان شاء الله، واستضافه كذلك بعض المدارس تحفيظ القران وماهيه عملهم في تحفيظ القران. نظر عيني انا اقولها لعيالي لاحفادي، هم نظر عيني، عمان هي نظر عيني. الهدف من انشائه متحقق، إنه هو قادر يوصل للمواطن العماني في أي منطقة كانت سواء. هنا السؤال، هل الهيئة الجديدة تريد دراما ولا لا تريد دراما؟ كيف أن هذه الكلمة بجيبها في مسلسل بدوي عشان يفهموها؟ ما ذنبي أنا؟ هو على المشاهد أن يبحث. مساء للبرنامج، أتفاجأ باتصال جنان، اليوم الأجواء المناخية لا تيجي البرنامج. معظم العيال اللبنانية بتلاحظ أنه ساعة الغداء بيكونوا كلهم موجودين، على العشاء كلهم موجودين، يعني ما حدا بيتعشى لوحده أو بيتغدى لوحده. حلو. فالأغلبية بيكونوا مجتمعين. تحية جديدة ومتجددة في برنامج ليالي مجان. طبعا احنا كان معنا ضيوفنا في الجزء الاول من هذا البرنامج، هم ضيوف اعلاميين. اتهمنا ان احنا نوجه او نتوجه ضد الهيئة، مع ان انا احس ان يعني الهدف من لقاءاتنا، من استضافتنا لهؤلاء الضيوف من مختلف يعني المجالات، عندنا المجال الفني، الدرامي، ايضا الاذاعي والرياضي، الهدف ان احنا نعطيهم فسحة ومساحة حتى يتحدثوا فيها بكل شفافية واريحية. احنا الاسئلة اللي احنا نطرحها مش اسئلة استفزازية او اسئلة يعني منتقة لنتوجه بها ضد الهيئة، بالعكس يعني احنا هدفنا ان نعطيهم المساحة اللي يريدوها، وايضا احنا نتمنى بهذه المساحة ان تسمع آرائهم وايضا تؤخذ في عين الاعتبار حتى نرتقي بإعلامنا، وان نوصل لمستوى ان احنا ننافس في جميع القنوات الاخرى العربية والخليجية. رأيك لور يعني عن هذه الاتهامات؟ هو انا يعني حتى كمان سمعتها من كذا حدا انه احنا اتهمنا بهيدا الشيء. لا، حقيقة نحن بننقل لسان الشارع بالنهاية، سواء كان اعلامي سواء كان ممثل، وبعدين عقد المحبة بتكون المعيتبة. نحن لما بنيجي نطرح هيدي الاسئلة على هالضيوف محبة فيهم وحرصا كمان على مكانتهم بالمجتمع ودورهم اليوم اللي عم بيلعبوه بالمجتمع، ولانه كمان عندهم جمهور كتير كبير ما بدنا ننسى، لانه هول الاشخاص عن جد لهم مكانتهم ومحروقين من الداخل. يعني اليوم لما بيجي ممثل عم بيحكي بفضفض مثل ما بيقولوا، بكل حرقة بقلبه، ايه يعني بحرقة عم يحكي، لو ما في شيء زعجه ما كان طلع وحكى هيدا الشيء. بالنهايه هيدا منبر بياخذ الواحد فيه نفس عميق.
صح؟ بالضبط ايوه. واحنا طبعا نتمنى يعني اذا كان الضيوف اللي عندنا وجهوا اصابع الاتهام لجهات معينه لمسؤولين معينين، احنا نتمنى من هؤلاء المسؤولين انهم يبعثوا اشخاص من جهتهم وعدونا حتى نسمع الطرف الآخر أو الجزء الآخر من القصة، وما نكون إحنا عرضنا على المشاهدين جزء واحد فقط وظلمنا الآخر. ما تخافي هيام، أنا بطمن كمان المشاهد أنه وعدنا باليومين القادمين، رح يكون عنا يوم الأحد القادم بإذن الله أحد من الهيئة رح يتكلم باسم الهيئة حلو. للرد على كل هذه الأسئلة اللي نحن حطيناها أسئلة وعلامات تعجب أيضا. بالضبط. فمنتمنى يوم الأحد نعطيكم ونكفيكم ونوفيكم بكل شيء عنا. اسمحوا لي بس قبل ما انتقل عن زميلي سليمان، بهيدي اللحظات بالذات عم يحضروني بلبنان، بدي اقول لهم مساء الخير وين ما كنتوا، مش بس بلبنان ولكن بالتحديد رنين وعبد الله ونعمت، بدي اقول لهم مساء الخير وتابعونا لاخر الحلقه لانه بعد في كثير اشياء. خلونا نروح عند سليمان ونرجع. شكرا للزملاء هناك في الاستوديو، وعوده ووقفه اخرى لقراءه الواتساب، الرسائل اللي تصلنا جدا كثيرة نشكركم عليها. خلوني ما في حد يمر قدامنا أبو إلا أنهم يمروا أمام الكاميرا. طيب خليني أرجع، في هنا رسائل تصلني وتحايا موجهة إلى المذيعتين اللي هم موجودين معنا، لور جسار وهيام الجابرية، وأيضا تحية أخرى إلى بدرية اللي كانت موجودة معنا. نحن نحاول إن من خلال برنامجنا بكل تأكيد الرسائل اللي تريدنا نستضيف نجوم من الساحة العمانية، نحن هذا هدفنا أكثر ما يمكننا رايحين نستضيف نجومنا اللي موجودين في الساحة العمانية. مساء الورد، هذه أيضا أحد الرسائل اللي تناقش موضوع حلقة اليوم، إن كثرة النوم في شهر رمضان يؤدي إلى الخمول والكسل، وهذه عادة يجب الإقلاع عنها، وأن شهر رمضان شهر العبادة والقيام. شكرا لك يا أم أحمد على هذه الرسالة. نقرأ رسالة أخرى. النوم في رمضان له إيجابيات وله سلبيات، فلا بد من الحرص عدم إجهاض الدورة الدموية والإمعاء. تحية من مروان العيسائي أيضا إلى مخرجنا الرائع بدر المعشري. نقرأ رسالة أخرى، خلينا نقرأ الرسالة اللي هنا. مروة السابعي من السويق، شكرا لك، وتقول في موضوع حلقة اليوم بصراحة بعد وجبة الإفطار يجيني نوع من النعاس مش طبيعي وأحس بكسل وخمول والسبب اللبن، إذا لازم تقللي من الأكل وقت الإفطار حتى إنك تكوني بكل نشاطك. نقرأ رسالة أخرى من اللي اتصلنا هنا، رسائل كثيرة تصلنا فأنا أحاول إني أختار أكثر ما يمكن من الرسائل. همس وزمزم ونجود، شكرا لكم وشكرا على هذه المتابعة الرائعة. نتمنى استضافة حملة كفاءة للسلامة المرورية، إن شاء الله نحاول خلال الأيام القادمة إنه نفس الشيء إنه يكون موجودين معنا بعض الحملات التطوعية اللي موجودين هنا معنا في الساحة. يكون النوم في شهر رمضان بصورة غير مفرطة، حيث نقسم الوقت على جميع الأعمال اليومية التي لابد أن نستغلها في شهر رمضان من صالح الكندي. شكرا لك يا صالح، شكرا لكم. والحين ننتقل مرة ثانية إلى الاستوديو ومع الزملاء هناك وضيوفهم اللي الحين موجودين، بعد كذا لنا عودة معاكم ومع زوار لجراند مول. مطربين، نجوم الرياضة، كتاب، صحفيين،
مبدعين ومبادرات شبابية، هدايا وجوائز، لقاءات مع رجعنا معكم. أحلى مساء لكم متابعينا ومشاهدينا لقناة مجان. اليوم أنا كتير مبسوطة أنه بدر هو المخرج للبرنامج، لأنه دائما الابتسامة ما بتروح عن وجوه الموظفين وكل الطاقم يلي متواجد مع بدر. يعطيك العافية بدر. بدي رحب بضيفي أيضا اليوم معنا، دخل الإذاعة عام 79 ببرنامج براعم المستقبل، قابل العديد من الأسماء اللامعة، تم تعيينه بالإذاعة عام 92 وبدأ ككاتب درامي عام 88. قسمي ونصيب هيك بيقولوا، أو مثل ما بنقول دايما، عام 90 تدرج من موظف لمذيع لمخرج، ألف وأخرج العديد من المسلسلات الإذاعية، حلقات من درايش، زيد وعبيد، حلقات من دروب، رباعيات العيد، وآخر أعماله اليوم بالإذاعة دربكة. دربكة، واليوم هو مدير أيضا. اليوم دربكة عاملة مشاكل، بس ما بعرف إذا هالشي صحيح. خلونا نرحب أنا وأنتو بالمخرج محمود عبيد الحسني. مساء الخير. مساء النور، وشكرا على هذه الدربكة الجميلة اللي عملتيها. أنا حتى ناسي المواضيع اللي قريتها، ذكرتك فيهم. كل عام وانت بخير. زمان كل عام وانت بخير يا هيام، كل عام وانت بخير يا لور، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك. تعتبر اليوم أستاذ محمود يعني ابن الإذاعة، يعني أنت يمكن تربيت وترعرعت في الإذاعة. لما بديت في 79 كم كان عمرك؟ 8 سنوات؟ ولا أتذكر والله، يعني بين 10 إلى يعني هكذا 8 أيوة. إلى 9 سنوات يعني لأن... أنت تقريبا من الناس اللي أخذوا بالإذاعة العمانية وطوروها وسقلوا فيها. وين بعد هذا المشوار الطويل، ويمكن احنا نتمنى طبعا ان اللي لسه ما انتهى، طاقة الأستاذ محمود عبيد هل يعني بعدها في متوجهة للإذاعة، ولا في عندك يعني طموحات وآمال أخرى؟ لا تصدق أي إعلامي أن يتوقف عند حد معين ويقول لك أنا عملت ستوب وخلاص لا أستطيع أن أعطي، خصوصا في مجال الإذاعة. أنا كل ما جات يوم أزداد، تحس أن الطاقة تزداد، وأنا أعشق شيء اسمه إذاعة. يعني ربما تأليف أو إخراج في كل حال، أعشق شيء إذاعة في برامجها، في الدراما، في المذيعين، في التنسيق، في كل حاجة. فتلاقيني أشتغل كل حاجة في الإذاعة، وكنت أتابعها من ما كنت طفل. ومثل ما ذكرت أني دخلت، أول ما دخلت في برامج المستقبل مع الأستاذة فتحية محمد، الله يعطيها الصحة والعافية إن شاء الله، ومنها حبيت هذا المبنى الجميل، وبديت في الدخول له أتسلل في دماء الآخرين بدون ما يشعروا. فأنا أذكر كثير من الزملاء وكثير من الأصدقاء أنه أنت عملت كذا في برنامج كذا في أشياء كذا، فتلاقي الذاكرة شغال عندي في البرامج القديمة أكثر من غيري. وأنا من الجيل اللي تبع جيل أسس وبنى كثير من الأشياء في هذه الإذاعة. بدأت كمذيع يعني، لكن في أحد اللقاءات ذكرت أنك حسيت أنك لا تملك المقومات للمذيع الإذاعي. يعني إيش برأيك هذه المقومات؟ إيش افتقد؟ مع أن أنا أحس صوتك إذاعي، يعني إيش افتقد الأستاذ محمود عبيد أنه يكون مقدم برامج أو مذيع في الإذاعة؟ أنا كنت مذيع وقريت فترات إخبارية وبرامج كثيرة، لكن الفيصل في أنني أن أكون مذيع أو لا أكون هو الزميل الأستاذي محمد بن علي المرجبي. في يوم من الأيام قال لي محمود لابد أن تحدد مسارك في هذا الإعلام، لابد أنك تحدد مسارك، هل أنت في الإخراج أو أنت في المذيعين، وين حدد لي، حدد مسارك على أساس تستطيع أنك تبني نفسك إعلاميا. فكان التنازل عن الميكروفون شيء صعب جدا، اللي يدخل أمام الميكروفون صعب أن ينزاح منه. ففعلا قاومت وابتعدت عن الميكروفون ببطء على أن لا أكون مذيع وأكون مخرج في ذيك الأيام، وانطلقت على أساس أني المخرج. والحمد لله لا أقول أزعم أنني أبدعت، ولكن أزعم بأنني
لي بصمة ولو بسيطة. المشاهدين ما يعرفوا يمكن أن الأستاذ محمود عبيد أول مخرج أخرج برنامج مباشر على الهواء هنا في السلطنة. أحسنتي، من وين سرقت هذه المعلومة؟ وصلتني. هذا الكلام في 93 برنامج، هو برامج الهواء كانت موجودة، لكن أنه يكون المكالمات والاسترسال كله على الهواء كان صعب جدا، ولكن كانت جرأة بيني وبين الزميل الأستاذ خالد بن صالح الزجالي وانطلقنا على الهواء، ومنها ظلت الإذاعة كل برامج على الهواء مباشرة مثل ما احنا على الهواء حاليا. نعم استاذ محمود، انا بدي انتقل شوي للشق التأليفي والإخراجي للمسلسل الإذاعي دربكة. نعم. كيف ترى دربكة هيدا العام، وشو في تعليقات على دربكة انت بدك تخبرني اليوم؟ والله دربكة هذا العام عمل لي دربكة بسبب اللجنة، يعني تأخرت في مسألة التسجيل. هتقولوا أنا استفزيته بالسؤال؟ أنا ما استفزيته. لا، سؤال. لو كنت استفزيتيني بقول لك استفزاز، لكن لا ما استفزيتيني، أنت سألتيني. أنا سألتك سؤال. أيوه جاوبتك على قدر السؤال. اللجنة تأخرت في مسألة اعتماد العمل، فجاني متأخر لما ظليت أكتب على لهث بسرعة، بالتالي تجميع الممثلين كانوا كلهم ملتزمين بأشياء كثيرة، خصوصا أن فريق دربكة هو دربكة الجزء الثاني، كلهم فريق كامل يعني متواجد لحد امبارح. أنت عم بتسجل؟ إيه بالضبط، ولا زلت أسجل. نعم بعدك عم بتسجل؟ لا بسجل لسه. كله هذا لأنه تأخروا باللجنة؟ أخرتني اللجنة، نعم كثير أخرتني اللجنة، ولا أعرف السبب حتى الآن أمانة. ويفترض أنكم تجيبوا أحد من اللجنة هني أن يكون متواجد ويدافع عن ما يقال عن اللجنة يوم الأربعاء إن شاء الله. لازم هذا يكون، لأن اللجنة فعلا عليها عتب كبير، يعني عتب لهم عذرهم لا نعرفه، لازم أن يقال هذا العذر. أيتها اللجنة، لماذا كان تأخر؟ هل منا احنا ككتاب أم من إدارة؟ من الإدارة كإدارة؟ إنه دايما عندهم عتب على الكتابة النصية أو التأليف النصي، إنه بيتأخروا فيه أو يمكن ما بيعجبون بأجلوه أو ما بعرف. انت شو لقيت المشكله؟ لا شو السبب؟ انا اتكلم عن ما انا اكتبه. لم اتاخر، كنت متواجد، لكن ما اعرف سر التاخير حتى الان. انا اعاتب اللجنه واتمنى حضور احد من اللجنه للدفاع عن اللجنه، لانه عليها كلام كثير، سواء من الاخوه والزملاء الكتاب التلفزيونيين او الاذاعيين او حتى من المنتجين، عتاب كبير. يقال انه هيدي المعضله من زمان استاذ محمد، يقال انه هيدي المعضله موجوده من زمان وليس من الان، يعني مش اول مره بتصير هيدي المشكله مع لا لا لا، هي كانت بالنسبه للاذاعه في قسم الدراما والمنوعات، وكان قسم فعال وقسم جميل جدا، اداروه الكثير من الاساتذه، بدايه من الاستاذ خليفه بن صالح قاي، استاذ صالح زعل، استاذ احمد الاسكي، استاذ طالب محمد، الاستاذ رشا بن شنو البلوشي، كل هؤلاء تعاقبوا على قسم الدراما والمنوعات، وكل ما مسكه شخص أبدع في مسألة إخراج كتاب مؤلفين، وأبدع في مسألة إخراج كثير من الممثلين وأشياء أخرى تبعتها. يعني كان قسم الدراما في الإذاعة مفعل، وعلى ضوءها أحرزنا كثير من الجوائز الذهبية، سواء في القاهرة أو في تونس أو في البحرين. فليش حل هذا القسم للسعودية؟ هل برأيك اليوم اللجنة عملت دربكة بس بالبرامج الإذاعية؟ عملت دربكة في الكل، في الإذاعة وفي التلفزيون في الكل. وانت ما استفزيتيني، انت سألتيني. يضم صوته طبعا لأصوات الكثير من ضيوفنا اللي جوا هنا من مجالات مختلفة، سواء من مجال الإعلام الرياضي أو من مجال الإعلامي بشكل عام، أو من أيضا المجال الفني والدرامي، يعني كلهم يلومون أكثر شيء مش الهيئة بشكل بالتحديد، ولكن لجنة اختيار النصوص وتأخرها ويعني إجراءاتها اللي تطول وفي النهاية تورطكم. لا انا ما اعرف ايش الاسباب، لذلك انا اطلب لجنه. اللجنه ترى كلهم اصدقائي وزملائي، صح، احنا بنعطيهم مساحه ان هم بعد يتكلموا. انيس الحبيب، كل اللجنه هذول اخوان وزملائي واحبائي، وانا صديق الكل يعني، وعلى تواصل مع الكل، وخصوصا زميل الاستاذ احمد بن سعيد الاسكي، يعني هو نائب رئيس اللجنه، احنا على تواصل، لكن دائما نسال ما هي اسباب، لان اللجنه اساسا متفرعه، هم موظفين في خارج الهيئة، اللهم من الهيئة أحمد الإزكي ونيس الحبيب، متفرغين لهالعمل يعني، كلهم من خارج الهيئة، فربما لهم ظروفهم، أنا ما أعرف،
لا أستطيع أن أجيب عن اللجنة، اللجنة لابد أن تحضر للإجابة، ولكن نحن عتب وعتب كبير أنه هذا التأخير سبب لنا تأخير بالنسبة للدولة. اليوم الأستاذ محمود توجت طبعا في عام 2011 كأفضل مذيع وأفضل مخرج إذاعي على المستوى العربي، إيش تعني لك هذه الجائزة؟ وهل تحس أن يعني التقدير اللي حصلته من خارج السلطنة نفس التقدير اللي قاعد تحصل عليه في داخل السلطنة ولا لا؟ طبعا التقدير في السلطنة موجود وموجود بقوة وحاضر بقوة، وكون أنك سألت السؤال ماذا تعني لك الجائزة كأفضل مخرج ومؤلف إذاعي على مستوى الوطن العربي في إخراج مسلسل اللي عيشه مشوف، كذلك على في البحرين خضيت على مستوى الخليج وكان منافس قوي مع مسلسل الأستاذ الكبير عبد الحسين عبد الرضا، وفاز المسلسل بالذهبية. مثل ما يقول أي واحد يحملك المسؤولية ويعمل لك دربكة في 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 حياتك، فأنت تحاول إنك تعمل الأفضل. وأنا حتى يعني اشتغلت على عمل آخر وأيضا دخلت بمناسب ففزت في جائزة الإبداع الإعلامي. يعني كل ما جات سنة تحس نفسك أنك تعطي طاقة أقوى وأكبر وحاسس أنك تدخل المنافسة. اليوم نشتغل على الجودة، الإذاعة صح ليست مجرد صوت فحسب، الإذاعة هي مؤثرات صوتية بين الموسيقى والمؤثرات أيا كانت هذه المؤثرات، لابد أن أحسس المستمع بأنك أنت تعيش من خلال أذنك، وهذه مسألة الصعوبة، ولازم أني أنا أوصل لك إياها بشكل أو بآخر. كمخرج لابد أني أنا أوصل لك الكلمة مع موسيقتها المناسبة مع إفكت مالها اللي هو المؤثر بصيغته هكذا. هل هناك ممثلين اعتذروا على المشاركة ضمن هيدا المسلسل بسبب الدربكة اللي صارت؟ لا والله هم يعني أحبائي وكلهم كانوا واقفين جنبي وينتظروا اني اعلن فقط متى التسجيل، وكلهم كانوا جاهزين تماما لان يعرفوا. استاذ محمود الشخصيات من وين جبتها؟ عندنا فطنه وتوفيق وخاطر صح؟ خبرني يعني بتستوحيهم من حياتنا اليوميه، من وين جبت هاي الاسماء؟ شوفي فطنه يعني هي تنتبه للشيء بسرعه لكنها في ذات الوقت تحمل السذاجه نفسها، ساذجه. سرعة بديهة يعني هي فطنة في ذات الوقت ساذجة وعندها سرعة بديهة، ومن خلال السماع هي فنانة أمينة جميل وأنا أوجه لها التحية. جميلة جدا جدا في مسألة أدائها، يحسها الواحد حتى كأنه يراها في الإذاعة من خلال أدائها. وتوفيق المدعي الأستاذ طالب يتفلسف على لا شيء، هو أساسا يبحث عن المادة وين بتكون. هذه الشخصيات من حياتك الشخصية أستاذ؟ أنا تقريبا هي مش من حياتي 100%، لكن أنا أعيش بسليقتي، معروف حتى لما أتكلم يقول يا أخي يا أخي كأنك تمثل، لا أنا أتكلم كلامي العادي هذا. فمن الحياة العامة تلاقي لما تكون أنت تلامس المجتمع ضروري أنه يسمعك، لما تكون قريب منه ضروري أنه يسمعك. لك تجربة تلفزيونية وتجارب تلفزيونية، شاركت في تأليف عدة حلقات من مسلسل درايش، يعني مدى نيتك أنك تنخرط أو تدخل في المجال التلفزيوني، وهل ستظل الإذاعة الهاجس الأول للأستاذ محمود عبيد ولا ممكن؟ خلنا أقول لك شغلة، أول عمل أكتبه تلفزيونيا لشركة هالي للإنتاج لقناة مجان وعرضه هو حكاوي الأمثال وعرض. علاقتك طيبة مع قناة مجان؟ علاقتي طيبة لكن علي عتب كبير عليها. خلينا نسمع العتب علي عتب كبير. نفتح لك الباب أحسن ما يقولوا. بس أتوقع في يوم من الأيام أني أرى مجان هي الدراما العمانية، يعني تجلجل مثل ما يقول في قناة. ليش قناة مجان أساسا في هذا العام والأعوام السابقة لم يكن لها عمل جديد؟ ليش قناة مجان ما تحاول قدر الإمكان ليش ما يجب أن تكون هي يعني تكون هي الملتهم، لا تترك للهيئة شيء، تسيب بينها وبين الهيئة تنافس. يمكن تنتظر دعم، يمكن الشركة أو قناة مجان تنتظر دعم من إحدى الجهات. من مين تنتظر الدعم إذا كانت هي قناة قائمة؟ تنتظر من طيب ننتظر الدعم، تسعى من أجل الدعم، يكون هناك فريق عمل
يدور على الدعم، ليش لا؟ بس قناة مجان معتمدة على جيبتها يعني، والكل بيعرف المعتمد معتمد. أنا أعتبي شخصيا أعتبر على صديق وحبيب أبو قيس، لكن أقول متى ما شك الفريق من أجل جلب المادة ستأتي، لابد من تشكيل فريق عمل قوي جدا يأتيني أن تنتج هي عمل قوي جدا. وأنا في يوم من الأيام اتفقنا معه اتفقت معه في البحرين على أساس أنك إنتاج عمل ربما مني تأخرت، ربما عدم جرأتهم هم في الطرح لسبب أو لآخر، قد نتفق قد نختلف، لكن قناة مجان لابد يكون لها عمل خاص، لازم يكون لها أعمال خاصة. هذه شركات الإنتاج متوفرة ومتواجدة، لكن ليش ما أجلس معهم نتفق على صيغة معينة؟ هذه شركات الإنتاج نجلس على طاولة واحدة كل شركات الإنتاج بما فيهم جاسم البطاشي الذي متواجد في الوقت الحالي، فنقول له لابد إن نجلس على طاولة ونقول لهم يا جماعة الخير لابد أن نتفق إن شاء الله. على حاجة إن شاء معينة من أجل خروج هذه القناة بعمل. العام القادم أتمنى أن أشوف لها عمل خاص لقناة والتلفزيون. أتمنى كمان تلفزيون. سؤالي كان توجهك للتلفزيون، يعني هل في نية ولا لا؟ الإذاعة والتلفزيون يعتمد على علي أنا كشخص. متى ما بغيت أكتب للتلفزيون كتبت. أول عمل ينتج لشركة خاصة هو زيد وعبيد، ومن كان تأليفي، وكانت شاركت فيه الأستاذ انتصار الشراح، شارك فيه محمد صيرفي وكثير من الفنانين العمانيين ومن خارج عمان، ويعني كان عمل أتوقع أنه كان عمل صدى لا بأس يعني. ودرايش كانت لي تجربة. على فكرة أنا بس حبيت أرد على حبيبي جمعة هيكل، كان يقول يفرق بين درايش وبين العمل ناس وناس. أنا لا أتفق معه على الإطلاق طبعا في اللي قاله، لا أتفق معه من ناحية الجودة ومن ناحية غيرها، لا. كان درايش له وقته ولو تيمته الخاصة، وناس له تيمته الخاصة. أنه أفضل ولا غير أفضل، فلو تسألي أي واحد من المشاهدين بيقول لك درايش على طول يعرفه. حضرتك على شو اعتمدت أنه هو أفضل؟ أنا ما قلت أفضل درايش، الآن أقول ذا له وضعية خاصة وذا له وضعية خاصة. إنما أقول ذا أفضل من ذا، فما أستطيع أن يمكن الناس تعرف درايش لأنه تكرر يعني. إيش المعيار؟ قال المعيار أنا وهذا خطأ. وجمعة صديقه بس اليوم استاذ محمود بيقولوا انه الدراما التلفزيونيه سهله انها توصل للمشاهد، ولكن الكوميديا صعبه. اليوم عم نحس انه الكوميديا غصبا عنه المشاهد عم يضحك على المشهد غصبا عنه. خلينا نرجع الى ابسط شيء، بنك الحاره. انا ما شاهدته على التلفزيون بس شفته في اليوتيوب، يعني تعمدت اني اشوفه لانه وقته كان بالنسبه للمشاهد سيء. شو السبب أولك؟ كيف شو السبب أنه كان وقته سيء؟ لا أنا بالنسبة لي وقت سيء الإدارة. هي نقلته من مكان إلى مكان ولا أدري ما هو السبب. نعم لها رؤية خاصة قد نتفق وقد نختلف عليها، يعني أنا أختلف معها. رح تشوفه قريبا على مجان. يا رب نشوفه على مجان. بس بعدك ما جاوبتني على السؤال اليوم. شو ليش الدراما التلفزيونية بتوصل أسرع إلى المشاهد، والدراما الكوميدية أو المسلسلات الكوميدية منحس المشاهد غصبا عنه عم يضحك للمسلسل؟ يعني ليش الدراما التراجيدية توصل أكثر ولا الكوميدية توصل أكثر؟ التراجيدية توصل، الكوميديا صعبة. الكوميديا صعب إنك أنت قوم على الساحة. شو السبب؟ من كثر ما نراه في العالم من دمويات أصبح الضحكة من الصعب أنك أنت تخرجها للمشاهد. أنت تحاول تذبح نفسك عشان تضحك هذاك الشخص اللي يشاهد كل حاجة دموية. شوفي قنوات الأرض كلها، شوفي إيش اللي تطرحه، تطرح دموي. كل ما نشاهد في الأخبار في برامجها الصياح والبكاء في الوطن العربي وخارج الوطن العربي. إذا أنت تريد تضحك هذا الإنسان، كل ما تذكر الضحكة تذكر المأساة بجانبها، فأنت تحاول تحافظ على هذا المشهد قدر الإمكان لأجل أن يضحك هذا المشاهد. فأنت تجتهد وتجتهد وتجتهد من أجل إضحاك هذا المشاهد. فليش يقول لك صعوبة المشاهد؟ تعمل له كوميديا الموقف، تعمل له كوميديا الكلمة، تحاول قدر الإمكان أنك بالفعل تستفز هذا المشاهد من أجل إضحاكه. ولو تلاحظ الدراما الخليجية والعربية الآن قليلة جدا الكوميديا.
ويحاول قدر الامكان انهم بالفعل ان نزرع الضحكه في افواه المشاهد، لكن بصعوبه فعلا. هل ترى ان عندنا قحط في المؤلفين الكوميديين؟ ما سمعت؟ شح في عدد المؤلفين الكوميديين اللي ألفوا اعمال كوميديه؟ يعني ما اقدر اقول شح، لكن اقول ان الكاتب نفسه ايضا تاثر بالاخر، تاثر بكل ما نراه، فاصبح الكاتب كل ما يتذكر يعني الكوميديا لا انزاح الى التراجيدي، وظل يكتب قصه جميله فيها كل المآسي، فيها كل المعاناه، فيها كلها. لكن ان شح لا، متواجدين كتاب الكوميديا متواجدين، بس المهم من يضغط عليهم ويقول لهم لا انا اريد عمل لكذا، انا اريد عمل لكذا. استاذ محمود، عمل دربك، معلش بس اقطعك ايام لحتى ما اطلع شوي من مضمون الحوار، برنامج دربك ليه ما يطبق تلفزيونيا؟ شو اللي بيمنعه؟ ما في شيء يمنعه، اتمنى انه العام القادم او يعني في فكره على المستقبل انه يكون تلفزيوني؟ لا، في افكار كثيره، في افكار كثيره، لكن انا يعني لا، ما في حد، في شخص يستفزني انه لاجل كتابه التلفزيوني. الان اصبح زحام الكل، يعني بعد ما كثرت شركات الانتاج، انا حسب مثل العيادات كثرانه، كل واحد صار عنده شركات انتاج، وشركه انتاج تعتمد على دائره الانتاج، لا تعتمد على ذاتها. وين شركه الانتاج؟ فما في حد يستفزك الا انك تعطي دائره الانتاج هي اللي ينتج التلفزيون، وعلى اساس انه ينتج التلفزيون يمكن يمسك طابور، امسك وقت، وهلما ما قرا. انا اعتب على شركات الانتاج انها ما تنتج لنفسها. اذا تريد ان تكون فعلا شركه انتاج، اعتمد على ذاتك في البدايه، وبعدين اعتمد على سواء تلفزيون او مكان او الخارجيين او بي. يعني عبد الرحيم المجيني العام الماضي اشتغل والسنه توقف، ليش؟ قال لك انا ما عندي، والثاني قال لك انا ما عندي، وصعب ان اذا ليش فاتحين شركات؟ يعني هل من الممكن انه نرى دربك السنه القادمه على شاشه التلفزه؟ لا اتوقع دربك، بس اتوقع انه شيء غير عن دربك ان شاء الله. شيء غير مشاركتي الاستاذ محمود. كوميدي كوميدي، انا شخص كوميدي، لا تخافي، لا تقلقي من هذا. استاذ، قلت ان الاذاعه المحليه في احدى اللقاءات مقارنه بالاذاعات الخاصه هي بمثابه الام الحنون والاب المهذب، يعني هل تعتقد ان اذاعه بهذه الميزه خاصه في وقتنا الحالي ومع هذا الجيل، جيل الايباد والايفون، هل تعتقد انه يلامس جميع فئات المجتمع؟ وهل تعتقد انه قريب من جميع فئات المجتمع اذاعه كأم حنون واب مهذب؟ لابد ان تكون هكذا هذه الاذاعه العامه، والا انسلخت من جلدها. لابد ان تكون اب حنون مهذب، يعني فيه البرنامج الثقيل، فيه البرنامج الثقافي، فيه البرنامج الاجتماعي، فيه البرنامج المنوع، في زخم كبير من البرامج المنوعة، لكن موجودة الخيارات بالنسبة للمستمع اللي صاحب الآيباد والآيفون. موجودة الوصال وتقدم كثير من الأشياء الترفيهية، موجودة أيضا هلا اف ام وتقدم كثير من المجالات الترفيهية، موجودة إذاعة الشباب وتقدم كثير يعني من البرامج. مش لازم أن احنا كإذاعة إنما نتكلم نتغير. هو البرنامج العام يعني كذي تحسوا انك تريد تستمع الى اذاعه قديمه فيها بعض البرامج، تحس ان احنا طالبين مثل هذه الاذاعه انها تكون متواجده دائما، وليس في الخليج وليس في عمان، بل الخليج العربي كله في مثل هذه الاذاعه الام الذي لا تلمس بالضوضاء والاشياء الشبابيه وكذا، انها لا تلمس، تبقى هكذا. انا رح اسالك اخر سؤال بحلقتنا لليله، بكونك مدير اذاعه اليوم إذاعة محلية، هل تعتبر وبتشوف أنه الإذاعات الخاصة سحبت البساط من الإذاعات المحلية؟ لا أحد يسحب البساط من أحد. لا أحد يسحب البساط من أحد، كل يجري في واديه. الوصال بقامتها استطاعت أن تثبت بأنها الوصال، وهلا استطاعت أن تثبت بأنها هلا ومستمرة، والإذاعات الشباب والعام والقرآن الكريم والكلاسيك، كل له لونه، كل يجري في بحره وبصيغة جميلة جدا جدا جدا، والكل يسمع. يعني للوصال مستمعين، بالضبط للوصال مستمعيها، أنا أسمع الوصال وتعجبني جدا، وأسمع أهلها وتعجبني جدا، وفيها كثير من الزملاء الحبيبين، وأتمنى تستضيفيني في يوم من الأيام في الوصال، وفيها أيضا أسمع باقي الإذاعات.
كثير رائعة، كثير جميلة، كثير نتمنى أنها تكون متواجدة، بس أتمنى أنها تدخل زخم الدراما سواء في هلا أو في الوصال أيضا تكون متواجدة. أستاذ محمود عبيد، مؤلف ومخرج إذاعي وأيضا مدير دائرة التسجيل والتنفيذ بالإذاعة، أسعدنا وجودك هنا في برنامج ليالي مجان، وكل عام وأنت بألف خير. وأنتم بخير، وأنا أتمنى أن تكونوا أنتم فعلا لا تستفزوا أحد، لكن تطرحوا مجموعة من الأسئلة وأسئلة جميلة جدا. شكرا. وإحنا أتمنى أن لا أتابع مجان في رمضان، أتمنى أن أتابعها على مدار الزمن، وبانتظار الانتاج الدرامي، وأحملها مسؤولية من الآن إن لم تنتج في السنة القادمة عمل درامي يكاد يكون خاص. الرسالة وصلت. والآن مشاهدينا رح ننتقل للزميل سليمان كوقفة أخيرة قبل الختام. ضيوفنا هذه المرة من جمهورية مصر العربية، خلونا نتعرف عليهم. تعرف عليك؟ غش مبادر. طيب، نحن اليوم موضوع حلقتنا عن كثرة النوم في شهر رمضان، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى كثرة النوم في شهر رمضان برأيك؟ الناس بتنام متأخر عشان صايمين في رمضان. طيب، نحن كيف ممكن نتخلص من هذه العادة؟ ممكن نحن يعني نسحر بدري شوية، وده يساعدنا نحن نصحى بدري. طيب، أنا أشكركم على مشاركتكم لي لموضوع حلقة اليوم، وأيضا هذه هدية مقدمة من جراند مول، تقدروا أنكم تتسوقوا. تسلموا، مشكورين. نحن وصلنا اليوم لختام هذه الحلقة، وأكيد عودة هناك إلى لور وإلى هيام، وأنا ألتقيكم إن شاء الله يوم غد بنفس المكان وعلى نفس التوقيت إن شاء الله. مشاهدينا، وصلنا احنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليالي مجان. نشكر كل من تواصل معنا وكل من تابعنا في هذه الحلقة المميزة مع ضيوفنا المميزين. نأمل اللقاء بكم في حلقات أخرى غدا طبعا في نفس الموعد الساعة 9 في مسقط جراند مول. والكلمة الأخيرة لزميلتي لور جسار. شكرا لك هيام، واكيد شكر موصول لكل من تابعنا عبر هالشاشه الصغيره قناه مجان. انا بودعكم وبشكر كمان كل اللي راسلونا اليوم، بعثوا لنا رسائل عبر الواتساب، عبر الفيسبوك، عبر ايضا الانستغرام، عم يطلعوا على الصور. وبقول لكم باي باي لبكره.